السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن حرف الإيه. طبعا كلكم عارفين حرف الإيه، أظن مفيش حد مش عارف حرف الإيه. طبعا زي ما احنا اتعلمنا إزاي بيتكتب حرف الإيه، وهكتبه تاني قدامكم عشان تتعلمه. أدي عندي السطرين أهم. شايفين؟ ادي سطر وادي سطر، يبقوا كام سطر؟ اتنين. يبقوا كام سطر؟ اتنين. هعمل ايه بقى عشان اكتب حرف الايه؟ الايه الكابيتال بتتكتب ازاي؟ اهو هحط القلم فين؟ على تاني سطر. اهو فين القلم بتاعي؟ اهو ده القلم، ولا ده مساحة؟ لا قلم اهو، ادي القلم. فين السطر الاولاني؟ اهو. فين السطر التاني؟ اهو. ادي السطر الاول وادي السطر التاني. هحط القلم على السطر التاني. يعني ايه؟ يعني كده ينفع احطه هنا؟ لا، انا لو حطيته هنا يبقى ده اول سطر، ولو حطيته هنا يبقى ده ايه تاني سطر. طب لو حطيته هنا يبقى حطيته على الهوا. طيب يبقى انا هحطه على ايه؟ على تاني سطر. اه، واعمل ايه؟ بصوا على ايدي تتحرك ازاي وقلدوني. انا عايزك تمسك ورقه وقلم وكراسه سطرين وتعمل زي كده، تحط القلم زي كده على السطر التاني كده اهو، وتحرك ايدي في نفس الاتجاه اللي بحركه فيه اهو، اتجاه مايل اهو. اهو شايفين القلم بقى فين؟ عدى السطر الاولاني، بقى واقف فين؟ هنا في الهواء هنا. شوفوا شلت بقى القلم، مدي شلت القلم بقت كده. طيب هروح احط القلم فين؟ على السطر اللي انا وقفت عنده ده اهو، وانزل لحد كده. انزل 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 فين؟ لحد السطر التاني، واشيل. اجي في على السطر الاولاني جوه هنا، ما بين السطر دوت وما بين الايه، واعمل كده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل الايه سمول، يعني الايه الصغيره دي، الايه كابيتال. اعمل ايه سمول ازاي؟ احط القلم على السطر الاول اهو، السطر الاول اهو، واعمل سي. بتعرف تكتب سي؟ هكتبها سي اهو، اروح كاتب سي اهو. لازم يكون الحتة ديت والحتة دي، شايفينها؟ الحتة دي والحتة دي على السطر. ما يجيش واحد يعملها لي كده. ليه دي غلط؟ علشان دي مش على السطر، دي في الهوا جوه، دي جوه الهوا. شفتوا ان واحد لما يكون راكب مترو ينفع يكون حاطه في الهوا؟ لا، بيعمل ايه؟ بيحط في الهوا كده؟ لا، بيمسكها في الايه؟ في العصايه. ده كأن ايد واحد ماسكه في العصايه اللي فين؟ في المترو، وكأن رجليه واقفه على الارض. طيب انما لو انا ما خليت دي كده في الهواء ورجليه في الهواء، هيبقى هو واقف على الهواء وايده فرفعه في الهواء، فتنفعش خالص. خلاص انا عملت سي، وبعد كده اجي في الاخر هنا اروح اقفلها بخط صغير كده. لازم يكون في سنه صغيره تحت هنا وسنه صغيره فوق كده. ده حرف اي، اسمه مره تانية ايه؟ اي. طيب تعالوا نشوف حرف الايه بيتقري ازاي في الجملة. انا كده عرفت ايه نطق اسم الحرف وطريقة كتابته. اجي بقى اعرف نطقه. في فرق بين الاسم وفرق بين النطق. احيانا الاسم بيديني نطقه، تاني مرة هو اسم الحرف ايه؟ ايه اسمه؟ ايه؟ ايه اسمه؟ ايه؟ ايه. طيب أنا عندي كلمة زي كلمة، زي الكلمة اللي أنا هكتبها دي. بدأ بالـ A وبعد كده N وبعد كده D. هقرأ الكلمة دي إزاي؟ تعالوا مع بعض نشوف. طيب هنا حرف الـ A، أنا أديكوا الحروف المتحركة يا ولاد. دايماً الـ A، الـ A والار والاو واليو، احفظ الحروف المتحركه دول علشان بينهم قواعد للنطق. طيب انا شفت حرف متحرك قدام اللي هو مين؟ الاي. اروح عامل عنده كده تحتيه خط كده عشان اعلمه ده حرف الاي يا ولاد، متحرك. طيب بعديه مين؟ الان. بعديه مين؟ الدي. طيب انا لقيت ان حرف الاي جاي كام؟ الكلمه دي فيها كام حرف؟ فيها ثلاثة، فيها ثلاثة. طب فيها كم حرف متحرك؟ حرف واحد بس اللي هو مين؟
الايه، هل بعد الايه دوت حرف متحرك تاني؟ يعني هل بعد الايه اي؟ غلط. هل بعد الايه اي؟ لا. هل بعد الايه او؟ لا. هل بعد الايه يو؟ لا. يبقى كده الايه بعضها مش حرف متحرك. طيب يبقى دي كلمة فيها حرف الايه متحرك واحد، وجاي فين في الكلمة؟ اول حرف. في الحالة دي يكون في حرف واحد بس متحرك في الكلمة، والايه جاي فين؟ في الاول. في الحالة دي هروح قاري الايه ازاي؟ شايفين انا بعمل ازاي؟ كده كأني بالظبط بقرا مين؟ الألف اللي عليها إيه؟ فتحة كده. أدي الألف عليها إيه؟ فتحة. أنا لما أجي الألف أقرا الألف عليها فتحة دي بقولها إزاي؟ ونفس الحكاية كده، عندي في الكلمة كم حرف متحرك؟ واحد بس. واحد بس، لا جاي بعد كده ولا جاي في آخر الكلمة حرف متحرك غير الإيه اللي جاي فين؟ في الأول. يبقى في الحالة دي هقرا الإيه إزاي؟ شفتوا انا بعمل ازاي؟ اجي بقى اقول لواحد بقى، قلت لمحمد، قلت لعبد الكريم، قلت ليوسف، قلت لعبد الرحمن، عشان تركزوا شويه الله يخليكم. ما تقوليش في الترم واحد يقول لي مش عارف، اقول له ايه يا ابني الكلمه دي كده؟ ايه يا ابني الكلمه دي كده؟ واقول له ايه يا ابني الكلمه دي؟ يقول لي ام. الله، ايش دخل ده ويدخل الام؟ ما انت شايفه ام؟ اذا كانت الام مكتوبه كده، والله واحد يقول لي اس، واحد يقول لي بي. انتوا مش حافظين الحروف يا ولاد؟ يبقى دوت حرف الايه يتنطق ازاي؟ طب ليه يا استاذ؟ علشان ده جاي في اول كي، اول حرف في الكلمه، ومفيش حروف متحركه تاني الا هو. خلاص، يبقى هقراها ازاي؟ ليه؟ علشان جاي اول الكلمه ومفيش بعده حروف متحركه تانيه في الكلمه، ولا جاي في الكلمة حروف متحركة تانية. خلاص، أدي قاعدة. هقراها إزاي؟ خليك حافظ النطق دوت. طيب تعال نشوف الحرف اللي بعده هقراه إزاي. واحد يقول لي يا مستر ده إن، أنا قريت الحرف كده إن، يعني أنا هقول إن إن دي؟ لا طبعا، أنا كده يا ولاد قريت الإيه صح، نطقت الحرف. طيب هننطق حرف الإن إزاي؟ انا عايز اطلع من حرف الان ده صوت، انا مش عايز اقول اسم الحرف. طب اسم الحرف دوت ايه؟ ان. شايفين يا اولاد لما انا بقول ان كده، بقول ان اهو ان. طب انا عايز اطلع صوت من اسم الحرف، اسمه ايه يا اولاد؟ ان. اروح شايل الالف دي، بقى لي ايه؟ ن ن ن. يبقى صوت الحرف ايه؟ ن. يبقى ان ان كده. انا قريت صوت الحرف اللي هو الايه، وكده قريت صوت حرف الان. تاني جبت صوت الحرف ده ازاي؟ كتبت اسمه ايه؟ ان. رحت شايل الايه اللي في الاول دي، اللي هو الالف اللي في اسم الحرف، بقى لي ايه؟ نون، اللي بنطقها ازاي؟ ن ن. حلوه، ومتاكد كتير قالت تقول لي حلوه وفهمنا. طب دوت اسمه ايه؟ دي. طيب ادي الدي اهو، ادي الدي اهو. طب انا هقول كده ان دي؟ لا. ولا ينفع اقول ايه ان دي؟ لا خلاص بقى، انا قلت هنا ما اقولش ان، اقول الصوت بتاعه ازاي؟ خلاص احنا عرفنا نطلع صوت ازاي. طيب اقول صوت الدي ازاي؟ دي. ساعتها بقى اروح شايل مين؟ اشيل الياء دي واقول الدال بس. ازاي اقولها؟ ده ده ده. يبقى تاني يا ولاد صوت حرف، وهلسه هنوصل للان تاني، هنوصل الحروف دي. يبقى صوت الان ايه؟ ن. صوت الدي ايه؟ د. يبقى اجي عند حرف الايه، اجي عند كل حرف اطلع له صوت، ما اجيش ابلم له في الورقه. تعالوا كده نشوف. د اند. تاني اقرا الكلمة ازاي؟ هقرا صوت كل حرف، هقرا صوت حرف حرف، هقرا صوت حرف حرف، هقرا صوت حرف الايه قلنا ازاي؟
أقرأ صوت حرف ال N قلنا إزاي؟ نا. أقرأ صوت حرف ال D قلنا إزاي؟ دا. يبقى أ نا دا. ما تيجي تيجي أقول الكلمة ما تبلمليش في الكتاب ولا في الكراسة ولا في الورقة، هتحطي لي صباعك على كل حرف وتطلع لي الصوت بتاعه أهو. أحط صباعي عند ال A وأقول أ، احط صباعي عند الحرف اللي بعده واطلع له الصوت بتاعه نا، احط صباعي عند الحرف دي واطلع له صوت اقول ده. فهمتوا؟ عشان المره الجايه ان شاء الله هنكمل الصوت اللي بعده في نفس الحرف في حاله تانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.